كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأكرم مظهرا. الإمام العز بن عبد السلام فيما نسبه إليه الزركشي، وكأن شيخ الإسلام زكريا على غير يقين واطمئنان من صحة نسبة هذا القول إلى العز بن عبد السلام، وإن كان الإمام الزركشي رحمه الله تعالى قد عرف بسعة الاطلاع، وكما قدمنا في أوائل هذه المجالس في شرح الكتاب أنه رحمه الله تعالى كان يحبس نفسه في دكاكين الكتبيين ويعكف طوال نهاره على المطالعة، ومعه جذاذات وقصاصات يقيد فيها ما يتحصل عنده من الأوابد والشوارد وغرائب الأقوال والمذاهب، ثم يرجع إلى تفريغ ذلك في تصانيفه وكتبه. فلا عجب أن يتهيأ للإمام الزركشي من غرائب النقول الواقعة في غير مظانها ما قد لا يتوفر لأمثالنا الوقوف عليه إلا بعد التي والنتية لوقوعه في غير مظنته، أو لأنه وقع مسموعا من الشيخ وتداوله تلامذته وتلامذة تلامذته بالتقييد، أو لوقوعه عليه في تصنيف نادر فقد بعد ذلك مع الفارق الزمني بين الزركشي وبين شيخ الإسلام زكريا. الزركشي 794 وشيخ الإسلام زكريا متوفى 926، يعني أهو قرن ونصف من الزمان تقريباً.